إن شاء الله هنبدأ محاضرة جديدة بعنوان هيموغلوبين ميتابوليزم. أول topic هنتكلم عنه بالنسبة للهيموغلوبين ميتابوليزم هو هيموغلوبين سينثيسيس. بالنسبة للتعريف بتاع الهيموغلوبين هو عبارة عن بروتين أو بنسميه أكسجين ترانسبورتينج بروتين، بيتكون من وحدتين، وحدة بنسميها جلوبين والجزء الثاني أو الشق الثاني بنسميه هيم. الهيم عبارة عن ايرون بروتوبورفرين، وده وظيفته اكسجين بايندينج، والجلوبين واحد من البروتينز، هو بيتكون طبعا من الهيموجلوبين او الجلوبين اللي فيه الهيموجلوبين، عبارة عن تترامر من البوليبيبتايد تشينز. برضو بيحتوي على موليكيول اللي هو 2-3 بس فوسفوجليسريت، وده هنتكلم عن وظيفته بعد قليل ان شاء الله. بالنسبة للهيموغلوبين كجاز ترانسبورتينج موليكيول، الوظيفة الاساسية بتاعته جاز ترانسبورت بين اللانجز اند تيشوز. ممكن يكون في ابنورماليتيز في الهيموغلوبين، وينتج بعض الابنورمال هيموغلوبينز. في عندنا نوع بنسميه كاربوكسي هيموغلوبين او ميت هيموغلوبين او سالف هيموغلوبين. بالنسبه للانواع الثلاثه هنتكلم عنهم وبعض التفصيل. سالف هيموغلوبين لما بيكون فيه كونسامشن لبعض السالفر كونتيننج دراجز، او في حالات الكرونيك كونستيبيشن بيتحول الهيموغلوبين او بعض الهيموغلوبين الى سالف هيموغلوبين. والمشكلة بالنسبة للأبنورمال هيموغلوبينز انها بتكون غير قادرة على اداء الوظيفة، انها ما بتعملش كجاز ترانسبورترز بنفس الكفاءة. طبعا الاكسجين ترانسبورتينج كاباسيتي بتقل، الاكسجين بايندينج بالنسبة للموليكيولز ديت او الأبنورمال هيموغلوبينز بيكون عالي، وبالتالي ما بتعملش جود ديليفري اوف اكسجين تو تيشوز. ميت هيموغلوبين عبارة عن هيموغلوبين يحتوي على ال iron in the ferric state. لما بيحصل oxidation لل iron من الفيروس للفيريك form، ده بيكون أحيانا في بعض الحالات في certain drugs اللي بتحتوي على nitrates، أو بعض الأدوية اللي بتعمل، أو الحالات اللي بيكون فيها generation of reactive oxygen species. احيانا تحدث الميت هيموغلوبينيميا نتيجه انهيريتد ديفكتس. برضو ممكن في حالات من ديفيشنسي اوف ناد اتش سيتوكروم بي 5 ريدكتيز، ده واحد من الانزيمز المهمه المسؤوله عن الريدكشن اوف فيريك ايرون تو فيروس فورم. لما بيكون الايرون زي ما قلنا في الفيريك فورم بيتكون الميت هيموغلوبين، والميت هيموغلوبين لو حصل له اكيوميليشن بيسبب مشكله، لانه بيجد صعوبه في الاكسجين ديليفري. بالنسبه للنيو بورنز طبعا بيكون عندهم الميت هيموغلوبين بيكون نسبته أكبر شوية. والقدرة بتاعت النيو بورنز إنها تعمل ريدكشن للميت هيموغلوبينز عن طريق الناد اتش سيتوكروم بي 5 ريدكتيز بتكون أضعف من الأدرز، وبالتالي سسبتبيليتي تو دراجز with nitrate compounds or drugs that generates reactive oxygen species is greater than in adults. بالنسبة للحالات دي طبعا ممكن تنتهي ب coma and death. treatment طبعا لازم drugs تعمل reduction للiron من الفيريك إلى الفيروس 4. النوع الثالث من
الابنورمال هيموجلوبين زي ما قلنا كاربوكسي هيموجلوبين ده بيظهر في وجود الكربون مونوكسيد ولو بتركيزات بسيطة زي في حالات الكربون مونوكسيد بويزنينج. طبعا زي ما احنا عارفين الكربون مونوكسيد الافينيتي بتاعته ل او افينيتي بتاع الهيموجلوبين الكربون دايكسيد اكتر من 200 مرة قدر الافينيتي للاكسجين، وبالتالي بيرتبط مع الكربون الهيموجلوبين يرتبط مع الكربون مونوكسيد ولو في وجود تركيزات بسيطة منه. ده طبعا موجود في السموكرز، زي ما احنا عارفين السموك بيحتوي على تركيزات عالية من الكربون مونوكسيد، وممكن يحصل كربون مونوكسيد توكسيسيتي وتؤدي إلى تيشو هايبوكسيا اند سيلولار دامج. طبعا بالنسبة للكاربوكسي هيموجلوبين الكربون مونوكسيد من ضمن العوامل اللي ممكن تعمل انهبيشن لكومبوننتس من الالكترون ترانسبورت تشين اللي هي ريسبيراتوري تشين، وبالتالي ضعف في انتاج الطاقة من ريسبيراتوري تشين. برضو بالنسبة للأكسجين ترانسبورتينج اكتيفيتي بتضعف لأن ارتباط الكربون مونوكسيد بالهيموجلوبين يكون أكبر من ارتباطه بالأكسجين، فبيحصل ما يسمى بال Oxygen Dissociation Curve Shifting to the Left، وده عبارة عن زيادة في ارتباط الهيموجلوبين بالأكسجين وبالتالي صعوبة في الأكسجين Delivery to Tissues. لو عندنا defects في سيرم ايرن اللي هو واحد من اهم العوامل التي تؤثر في الهيم biosynthesis، ممكن زي ما قلنا يحصل عندنا نوع من الانيميا بنسميه ايرن deficiency انيميا. ده بيكون في حالات decreased iron intake or absorption or increased iron loss through menstrual blood or bilharziosis، بينخفض مستوى البلاد في الايرن في البلازما وبينخفض مستوى الفيريتين برضو في البلازما. النوع ده من الانيميا بيكون microcytic hypochromic anemia وبيكون في reduced RBCs size. طبعا بالنسبة للتريتمنت تعتمد على iron administration in the ferrous form، يبقى في diet or dietary enrichment with ferrous salts or iron supplements. في حالة زيادة سيرم ايرن يبقى لو في نقص ممكن يسبب ايرن ديفيشنسي، يعني لو في زيادة في حالات الاكسيدنتال انجيشن بعض المرضى اللي بيتناولوا الفيرس سورس ممكن ياخدها بكميات كبيرة، او في حالات الايرن بويزنينج ده ممكن يؤدي الى مشاكل. طبعا برضو الاكسس ايرن ان ذا بلاد مي بي ديو تو جينيتيك ديفيكتس زي حالات الهيريديتري هيموكروماتوزيس، بيكون في تركيزات عالية من الايرن، وبالتالي زي ما قلنا احنا ان الايرن ما بيحصلوش اكسكريشن فبيحصل له ديبوزيشن وبيولد حالة او يظهر حالة بنسميها هيموزيدروزيس. الايرن بيحصل له ديبوزيشن ان ذا فورم اوف هيموزيدرين، ده عبارة عن انترا cellular storage form of iron، فبيحصل deposition للهيموزيدرين بما يحتوي من الايرن في الخلايا. بيحصل في بعض حالات اللي هي زي البرونز دايابيتس بيحصل بيؤدي الى hyper pigmentation in tissues with damage to organs زي الليفر والبنكرياس، وممكن يحصل دامج للهارت ويحصل يؤدي الى هارت فيلير. طبعا بالنسبة للايرن والترانسفيرين بيكون مستواهم عالي على عكس الايرن ديفيشنسي. التريتمنت ان احنا بندي ايرن كيليتورز اللي هي بعض الادوية اللي ممكن
ترتبط مع الاير تعمل لوكيليشن زي الديسفيروكسامين، ده بيعمل انهانسمنت للايرن اكسكريشن، او عن طريق في البوتومي ان احنا نصرف جزء من الدم بتاع المريض. ننتقل الى توبك جديد هو ازاي الهيموغلوبين بيعمل كغاز ترانسبورتر وخاصة بالنسبة للأكسجين. هنتكلم عن ايه هي الاستيريك افكتورز. طبعا في عوامل مهمة جدا بتؤثر على ارتباط الأكسجين بالهيموغلوبين. عندنا كربون دايكسيد، عندنا البروتونز او الهيدروجين ايونز، عندنا 2C بس فوسفوجليسرايد. الثلاث عوامل دي مهمة للانتقال بحالة الهيموغلوبين من التي فورم الى الار فورم والعكس. التي فورم هي توت فورم، صورة من الهيموغلوبين الغير مرتبطة او الغير قادرة على الارتباط بالاكسجين، او the form with weak oxygen binding capacity. بالنسبة للR form أو relaxed form بتكون الصورة اللي بترتبط مع جزيئات الأكسجين ومسؤولة عن نقل الأكسجين. في حالة ارتباط الأكسجين بالهيموغلوبين بنسميه أوكسي هيموغلوبين، وفي الحالة الديوكسيجينيتد بيسمى ديوكسي هيموغلوبين. في حالة الأوكسي هيموغلوبين كل واحد من البيتا تشينز ترتبط مع جزء من جزيئات الأكسجين. في حالة الديوكسي هيموغلوبين الأكسجين مش بيكون موجود، لكن بيكون فيه موجود جزء اللي هو 2-3 بيس فوسفوجليسرويد، ده مسؤول عن facilitation of oxygen delivery to tissues. يبقى في الريلاكسد فورم او الاوكسي هيموغلوبين بيكون الاكسجين هو الموجود، لكن في التي فورم بيكون 2-3 بس فوسفوجليسرايد موليكيول هو اللي بيكون موجود، والموليكيول في الحاله دي بيكون له لو افينيتي فور اوكسجين. 2-3 بس فوسفوجليسرايد واحد من المركبات اللي بتنتج كسايد رياكشن في الجلايكوليسيس، وده مسؤول عن lowering oxygen affinity of hemoglobin، وبالتالي في التيشوز يزيد من الاكسجين delivery من الهيموغلوبين، ويرتبط 2-3 بيس فوسفوجليسريت في بوكيت معين في الهيموغلوبين، ويتكون جزيء ديوكسي هيموغلوبين oxidized form of iron بتظهر حالة أو بتخلي الهيموغلوبين في شكل ميت هيموغلوبين which can't bind oxygen. فإذا كان في موجود ميت هيموغلوبين ده بيخلي الأكسجين binding capacity الهيموغلوبين مش بيعمل good delivery of oxygen، ولازم يحصل له reduction، يتحول من ميت هيموغلوبين الى هيموغلوبين عشان يعمل easy delivery of oxygen to tissues. بالنسبة لـ 2-3 بس فوسفوجليسرايد زي ما قلنا من المولكيولز اللي بتقلل الهيموغلوبين affinity for oxygen، يعني وجود 2-3 بس فوسفوجليسرايد في التيشوز بيخلي الأكسجين ديليفري بيكون more easier. دي مشكلة بنواجهها في حالة الستورد بلاد. لو احنا بنعمل ترانسفيوجن لأولد بلاد أو ستورد بلاد بيكون محتوى 2-3 بس فوسفوجليسرايد فيه منخفض، وبالتالي الترانسفيوزد بلاد بيكون الأكسجين بايندينج كاباسيتي الهيموغلوبين اللي فيه بتكون عالية، وبالتالي بيكون غير مفيد. لكن وجود 2-3 بس فوسفوجليسرايد بيسهل الاكسجين ديليفري فروم هيموغلوبين. يبقى زي ما احنا شايفين الاكسجين
ديسيسيشن كيرف بيحصل له شيفت تو ذا ليفت. اذا كان في حالات الابسنس اوف 2 3 بيس فوسفوجليسريت ده في حالات الاولد بلاد او الستورد بلاد، لكن لو كان في كميات متوفره من 2 3 بيس فوسفوجليسريت كل ما زاد تركيزه كل ما زاد الاكسجين ديليفري للتيشوز وزاد وقلت الهيموجلوبين افينيتي فور اكسجين. وده بيأكد أهمية وجود 2 3 بيس فوسفوجليسريت في الدم. يبقى عندنا الهيموجلوبين دي كده 2 conformations T form أو بنسميها tense form و R form أو بنسميها relaxed form. relaxed form طبعا هي اللي بتكون conformation اللي مرتبط مع الأكسجين، والT form conformation اللي هو in absence of oxygen. طبعا عندما يرتبط الأكسجين بجزيئات أو وحدات الهيم في جزيئ الهيموجلوبين، البايندين ده بيكون كوأبراتيف، يعني الأكسجين سابيونتس بتزيد كل مرة عن التانية. يبقى لما يرتبط مع وحدة الهيم الأولى ارتباطه بيزيد في الوحدة التانية ويكون أسرع، وبيكون أسرع أكتر في الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة وهكذا. كل ما زاد الأكسجين أو partial pressure of oxygen بيديني more conformation change and more oxygen binding and more affinity for the R4 formation. بالنسبة للtopic الأخير هو forms of hemoglobin. عندنا أنواع كثيرة من الهيموجلوبين، عندنا أدلت هيموجلوبين، عندنا فيتال هيموجلوبين، عندنا إمبريونيك هيموجلوبين. طبعا أهمهم هو الأدلت هيموجلوبين، يتكون من 2 ألفا و 2 بيتا تشينز أو بنسميه هيموجلوبين A1، بيتكون من ألفا 2 بيتا 2 تشينز. طبعا this type of hemoglobin has the highest oxygen affinity. عندنا نوع آخر هو الإمبريونيك هيموجلوبين، يتكون من زيتا 2 إبسلون 2 ألفا 2 إبسلون 2 أو جاور، نسميه جاور 1 and جاور 2 هيموجلوبينز. وعندنا الفيتال هيموجلوبين اللي هو during fetal life after birth، يتكون من ألفا 2 جاما 2 chains. بالنسبة للأنواع ديت ليها higher affinity for oxygen and cannot deliver oxygen easily. يبقى لازم يكون لها high affinity for oxygen عشان يقدر يعمل binding للأكسجين from the maternal circulation. لكن بالنسبة للأدلت هيموجلوبين الصور الأخرى من الأدلت هيموجلوبين اللي هي ممكن تكون ألفا 2 جاما ألفا 2 دلتا 2 يكون لها higher oxygen affinity عن الصورة العادية أو الصورة الطبيعية اللي هي ألفا 2 بيتا 2 اللي يكون لها good oxygen affinity. طبعا نوعية الهيموجلوبين تؤثر على الوظيفة بتاعته، وبالتالي إذا ظهرت الأنواع الأخرى اللي هي الإمبريونيك أو الفيتال هيموجلوبين كانت موجودة في الأدلت أو بدل الأدلت فورم، ده بيمثل مشكلة والمريض بيدخل في مشاكل عشان deficiency of oxygen to tissues. يبقى عشان نلخص موضوع الهيم بايسينس أو الهيموجلوبين، نتكلم عن لأن الآيرن ميتابوليزم الأبسوربشن ثرو انتيروسايتس، بعد كده بيحصل له ترانسبورت للبلاد، ومن البلاد بيوصل للإيريثروبويتيك تيشو في الليفر وفي البون مارو، يبدأ تصنيع أو يشترك الآيرن في تصنيع الهيموجلوبين. الهيموجلوبين زي ما قلنا بيحصل له ديجراديشن بعد كده إلى هيم بارت أند جلوبين بارت. جلوبين بارت زي ما قلنا بيتجه للبروتين بول، والهيم بارت
بيحصل سيبريشن للايرن اللي بيتجه للايرن بول، وال بورفين رينجز بيحصل لها تشينجز الى ان تتحول الى بيلوروبين اللي بيحصل له اكسكريشن عن طريق الليفر. لو في مشاكل طبعا بالنسبه لاكسس ايرن او ديفيشنس اوف ايرن ممكن تؤدي زي ما قلنا الى هيموزيدروز او ايرن ديفيشنس انيميا حسب نوع المشكله. اذا كان في ديفيشنس في الجلوبين سينس او في مشكله في الالا سينسيز انزيم هيحصل اكيد مشكله في تصنيع الهيموجلوبين. اذا كان في مشكله في نوعيه الجلوبين تشينز اللي بيتم تصنيعها عن الافكت عن الطبيعه، طبعا قلنا الطبيعي عندنا الفا 2 بيتا 2، لكن ممكن يكون في الفا 2 دلتا 2 او الفا 2 جاما 2 او الامبريونيك فورمز، ده بيمثل مشكله بالنسبه للهيموجلوبين والاكسجين ترانسبورت اكتيفيتي. وكده بتنتهي او ينتهي الجزء ده الخاص بالايرن ميتابوليزم والهيم بايوسينسز والعوامل اللي بتؤثر فيه وبتعمل له ريجوليشن. If you like this lecture, please hit the subscribe button and give your feedback in comments. And you can find other details for this lecture in the website provided.